بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول بتحريف القرآن ويدعي أن فيه آيات لم تكتب كآية الولاية، وهل يكفر بذلك؟ الله سبحانه وتعالى أخبر وهو أصدق القائلين بأنه حفظ القرآن من التحريف، وحفظه من التغيير والتبديل. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلن يستطيع أحد أن يحرف أو أن يغير أو أن يبدل هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين. القرآن محفوظ ولله الحمد بحفظ الله له، لن يستطيع أحد أبدا أن يناله بسوء.